هو يعني روماني طبيعي، يعني هو كل حاجة في حياتي. يعني هو لو مش موجود معايا في الشغل روماني انا ما بعرفش اتصرف. هو بقى بيساعدني يشيل بقى الكاس اللي اتملت، الكاس اللي عايزة تتشال. لا هو صراحة هو كزوج يعني حنين، و يعني هو روماني هو كل حاجة. انا اسمي ماجدة ودي حكايتي انا واسرتي. بنوب نعم يلا انت يا ماما يلا يلا ماما. وكان لينا لقاءات مع اهم يلا بنوب يلا. ماجدة دي حياتي، هي برضك يعني في البيت سند جامد، وهي طبعا واقفه جنبي وفي الشغل ومع الاولاد. يعني هو لو مش موجود معايا في الشغل رومانيا انا ما بعرفش اتصرف. يعني هو يعتبر السند بتاع الاسره. ما هو انا طبعا عشان بطلع الشغل باجي افضي العربيه، طبعا هي ما تعرفش تعمل الكلام دوت، فبعد ما انا بفضي هي طبيعي لازم هي تفرز وانا واقف معاها، حاجه تتملي اشيلها لها عشان هي ما ينفعش تشيلها كده، حاجة أقربها لها الشغل قدامها كده عشان طبعا تبقى قاعدة بتفرز فيه. هو احنا مشتركين في بلاستيك بنك ده لنا فترة، وطبعا عشان فيه اللي هو المكبس جنبينا دوت اللي احنا بنتعامل معاه بنديله الشغل اللي هو المياه المعدنية اللي هو البي تي دوت، فبعتولنا على البطايق وعلى الورق يعني، وعشان بعتولنا اللي هي الرسالة اللي هي بتاعت الحافظ اللي هي كل شهر دي بتنزل لنا، وطبعا بتساعد معانا يعني في كل شهر كده بتنزل حسبة، فبتساعد طبعا مع الأولاد ومع وطبعا العيل لما بيكون عايز حاجة من باباه لازم بيدديه بياخده ويجيب له الحاجة اللي هو عايزها، وحيث ما هو في إمكانياته يجيب أي حاجة ابنه نفسه فيها ما بيتأخرش معاه فيها. هو طبعا الواحد عشان بيطلع شغله وبيجاهد عشان خاطر الأولاد برضه، طبعا في تعليم وفي مصاريف تانية وفي حاجات، فالواحد بيجاد على قد ما ربنا بيديله عشان يشوف الأولاد طلباتهم يعني. المشروع بتاع بلاستيك بنك عامل لنا نشاط للأولاد في الأسبوع مرتين، فطبعا باخدهم بوديهم. يعني هما بيروحوا النشاط بيخلوهم يشتركوا في كورال أو تمثيل، وبيلعبوهم وبيدوهم لوح فيها رسم وبيلونوا، وبياخدوا وقت وبودوهم الدير نشاط كده هو رياضي في الملعب، والعيال حباه ان هي حاجه يعني بيلعبوا مسليه وكده. هو يعني كل شهر بيعملوا يوم رياضي، فانا بحب اطلعه لان هو بيبقى يوم واحد في الشهر. شكرا يا بابا، شكرا يا ماما على اللي انت عملته معايا. بحب ماما قد البحر.